السلام عليكم ورحمة الله. للبيع شقة في منطقة كاشستو، 3 غرف صالة، الدور التاسع، شقة رقم 27، مساحة الشقة 165 متر مربع. ندخل نشوف الشقة. بسم الله، عندنا المدخل هنا، على يسارنا على طول الصالون، ما شاء الله تبارك الله، مساحتها واسعة وشرحة. لها بلكونة مشتركة، نطلع نشوف البلكونة. هذه مساحة البلكونة، ما شاء الله تبارك الله، مساحة واسعة. وهذه الإطلالة عندنا من البلكونة، مطلة على المجمع وعلى البحر. طبعا البلكونة مشتركة ما بين الغرف والصالة. نجي نشوف تفصيل الشقة كيف. عندنا هنا الصالة زي ما قلنا، هذا المدخل، وعندنا هنا المطبخ. طبعا دواليب المطبخ جاهزة وراكبة. طبعا زي ما قلنا مساحة الشقة 165 متر مربع، الدور التاسع، الشقة داخل مجمع سكني. عندنا هنا الغرفة الأولى، نجي نشوف الغرفة الثانية. طبعا البلكونة هذه هي المشتركة ما بين الصالة والغرفتين والمطبخ. عندنا هنا دورة المياه الأولى، أكرمكم الله، دورة المياه الرئيسية والمروش. وأخيرا نجي نشوف غرفة النوم الرئيسية. عندنا هذه غرفة النوم الرئيسية، مساحتها واسعة وشرحة. طبعا نظام التدفئة، تدفئة مركزية. منطقة كاشستو معروفة بأنها منطقة قريبة من الخدمات ومن جواهر مول، أيضا قريبة من المطار، تبعد عن المطار تقريبا مسافة 10 دقائق، ومن ميدان طرابزون 15 دقيقة. غرفة النوم الرئيسية لها دورة مياه خاصة فيها وبانيو. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.